غازي شلونك؟ زين، خير. ايش عندك؟ خير بويهك. ها انا جاي مثل ما اتفقنا. اتفقنا على شنو؟ اخذ ليال. لا خلي ما ابي. شنو لا؟ ليال عيب انا ابوك. ما ابي ما ابي. شاب الموضوع ترى مو غصب. لا غصب. ليال بنتي وانا حرة اتصرف معاها بالشكل اللي انا اشوفه صح. خلي بنيه الحين امها موجوده. قانونيا انا ما سويت شيء غلط. بعدين يا جماعه ايش فيكم قاعدين تقوون راسها علي؟ هذه بنتي وبتظل بنتي غصبا على الكل. ما يخالف، الوقت كلش مو مناسب انك تاخذها الحين. لا الحين ولا بعدين، ماني رايحه. بابا روح ديش داخل. لا ما ادش داخل. انا لما اقول الحين يعني الحين. شاب انا بكاهل عندك. ايش فيك؟ اسكت زين. ناخذ يلا. ايش اقول حق امها يا ابن الحلال؟ ايش فيك؟ قول لها اللي تقوله، بنتي وانا اتصرف معاها بالطريقه اللي انا اشوفها صح، مو اللي انتم تشوفونها صح. انا ابن اياها. اسمع يا عمي. طيب زين، انا اللي جايب لك اياها بنتي وتقررون عني بعد، هذا اللي ناقص. عمي روح زين.